السلام عليكم ورحمة الله. حاليا نحن متواجدين في الجنوب التركي في أنطاليا في أحدى العواصم التركية عند البيت المقلوب. طبعا البيت المقلوب أحد أشهر المعالم السياحية في أنطاليا. إن شاء الله انتظرونا في هذا التقرير مع عمامين. طبعا بالنسبة للبيت المقلوب في الجنوب التركي وفي تركيا عموما هو البيت الوحيد والأول. كان بناؤه في عام 2016 وكان في إقبال عليه ممتاز جدا. طبعا إن شاء الله هلأ في التقرير هنشوف البيت المقلوب من الداخل ونشوف كل ما عنه إن شاء الله. البيت المقلوب من الداخل. عندكم هنا في عندكم اساس غرفه الطعام، عندكم اساس المطبخ، في طبعا غرف الجلوس وغيرها. طبعا اللي يميز البيت المقلوب هو الاشياء الغريبه اللي فيه. يعني من وقت ما تدخل في انحراف ميول في الارضيه، تحس انك اصلا دايخ من المنظر اللي تشوفه، لكن هو فعليا شيء جديد وجميل جدا في أنطاليا. طبعا البيت المقلوب فكرته موجودة في مطبقة في أكثر مدينة في أكثر بلد في العالم. في منه بأمريكا، في منه بألمانيا، في منه بالسويد. فهي فكرة فعليا مطبقة في أكثر مكان. البيت المقلوب في أنطاليا عبارة عن منزل كبير يحتوي غرف طعام، مطبخ، غرفة جلوس، غرفة منامة والحمام. هلا حتشوفوا كمان وتشوفوا الفيديو والصور. وصلنا لنهاية التغطية المبسطة عن البيت المقلوب. كانت جولة بسيطة لكن جميلة. كل الشكر لكم وشكرا لمتابعة مؤسسة عمامين.